السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف طريقة سهلة على أساس نعمل هاش. أول حاجة هعملها إن أنا أحمل اسم، أقول له PPP دوت، وبعد كده أحمل هاش اسمه كاستم هاش وأقول له دوت وأقول له كلوز، وبعد كده عشان أسأل إيه هقول له درو هاش، فبيقول لي ارسم أي حاجة في المربع دوت، فهقول له مثلا راين أهو. طيب بعد كده هقول له سيف هاتش، فبيقول لي سميه ايه، هقول له مثلا 5، سيلكت اوبجكت، اهوت الديسكريبشن، بيقول لي سيفه، وسيف دلوقتي على الديسكتوب رقم 5. عشان تحمل الهاتش فيه الاوتوكاد لازم تحط فيه فولدر من الفولدرات اللي هو بيسيرش فيها، هكتب كونفيج واكتب في الفايل وهتلاقي سبورت فايل سيرش باس، روح حطه في المسار دوت. طيب وفي الريفت، لو انت لسبب عايز تعمل هاتش اهوت تقول له مثلا عندي روتيت، واقول له ريجن في الريجن، وبعد كده بقول له من ايه. طيب هدور على نوع الهاتش اللي انا هشتغل عليه اهوت، دي الهاتشات الموجودة. طيب هقول مثلا عايز اعمل واحد جديد، واقول له براوز، اختار بقى الهاتش اللي انت عايزه من الديسكتوب مثلا دوت، اوبن اهوت، جاب لك الهاتش اهوت. اوكي اوكي اوكي، خلينا نرسم بالشكل دوت. اوكي